ومعنا من الجزائر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور زهير بوعمامة، مرحبا بك. 4 أيام تفصلنا عن قرار المجلس الدستوري حول الانتخابات، ما هو السيناريو المتوقع؟ السيناريو الأرجح بالنسبة لنا هو أن يرسم المجلس الدستوري وضعية إسقاط انتخابات 4 جويلية القادم إلغاء أو تأجيلا، وسيكون رئيس المقتضيات الدستورية السيد بن صالح طبعا مضطرا لكي يطلب مرة أخرى من المجلس الدستوري فتوى دستورية لكيفية التعامل مع المرحلة القادمة، ثم نتوقع بعد ذلك أن تتجه مرة أخرى الأنظار نحو سلطة الأمر الواقع الآن، السلطة أو المؤسسة العسكرية، لكي تكشف للجميع ما في جعبتها بخصوص خطة اليوم الموالي، لأنه بعد كما تعلمون دعوة المؤسسة في الأسبوع الماضي للحوار تقريبا ثابت لدى الجميع الآن أن المؤسسة مستعدة للتعامل وفق مقاربة أخرى لا تنغلق تماما على الشكليات الدستورية التي يبدو أنها استنفذت، و سنرى ما الذي ستعرضه السلطة الفعلية من خطة معدلة. لا شك أنها ستتمسك بالإطار الدستوري كما ذكرتم في تقريركم، ولكنها ستكون مضطرة لإدخال تعديلات يعني تجعل الوصفة سياسية في إطار دستوري كما تطالب الأغلبية هنا، وتؤشر أيضا على تغيير في منهجية التعامل مع الوضع الذي بدأ يقلق كثير من الجزائريين. نحن نشهد حالة انسداد على مستوى الحل السياسي، ولا يجب أن تتحول هذه الحالة إلى حالة انسداد مطلق يعني تعقد الأزمة ولا تحلها. أعتقد بأنه الوقت أيضا يضغط بشكل كبير على جميع الأطراف، على المؤسسة العسكرية، على الحراك، على الطبقة السياسية. الجميع الآن مطالب أن يعني ينتقل إلى الفعل بعد أن رحب الجميع بمبدأ الحوار كآلية للخروج بمخرج توافقي من هذا المأزق، ولكن كلنا ينتظر أن ننتقل إلى الفعل، أن يجلس الجميع على طاولة حوار وأن يناقشوا مختلف المبادرات الموجودة الآن، على خلاف ما ذكر ربما في تقريركم. الطبقة السياسية وشخصيات وطنية تقدمت بما أنك ذكرت أستاذ المبادرات، لماذا حتى الآن لم يتم تبني مبادرة واحدة من المبادرات العديدة التي اقترحت للحل، وآخرها مبادرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟ تماما، لأنه لا يمكن وليس من المعقول أن تتبنى مبادرة واحدة. الأمر يتطلب حوارا بين جميع الأطراف، وتقريبا بين وجهات النظر بين هذه المبادرات التي تتقاطع في نقاط كثيرة وتختلف أيضا عند مجموعة من النقاط، ويمكن أن نصنفها على أنها تقريبا في اتجاهين كبيرين. هناك من يريد الذهاب نحو مرحلة انتقالية تصل عند بعضهم إلى المطالبة بمجلس تأسيسي، وهناك وهذا الغالب رأي أقرب إلى طرح المؤسسة العسكرية، وهو أن نحافظ على المخارج الدستورية ولكن ألا نظل منغلقين عليها، لأنه عمليا الآن الدستور أو أصبحنا في وضعية خارج الدستور، والدستور لا عاجز تماما على أن يقدم لنا حلولا لهذه الوضعية. الآن المطلوب أن يجتمع الجميع وأن يتفقوا، أن يحاولوا الوصول إلى يعني حل توافقي يوصلنا إلى وصفة مبتكرة تجمع بين هواجس المؤسسة العسكرية وبين مطالب الشارع والحراك الذي لا زال يسر، الذي طبعا لا يرفض الانتخابات، بل أنه الأغلبية الساحقة ترى في الانتخابات حجر الزاوية في الحل
ولكن وفقا لترتيبات وتهيئة لأجواء وظروف تجعل هذه الانتخابات شفافة ونزيهة، يشرف عليها أشخاص نزهاء بعيدة عن أيادي التزوير. وهنا الإشارة إلى الحكومة التي يبدو أن مطلب تغييرها لا رجعة عنه، بخلاف التفاهم الكبير الذي أصبحنا نراه لدى تقريبا الجميع بخصوص الإبقاء على السيد بن صالح كواجهة دستورية ومؤسسية للدولة. طيب بالنسبة إلى الاجتماع أو الحوار، من المسؤول، من سيكون المسؤول عن تنظيم هذا الحوار وسط الرفض الشعبي لرموز النظام بأكمله؟ هناك من يطالب أن تشرف المؤسسة العسكرية باعتبارها سلطة الأمر الواقع الآن على هكذا حوار، ولكننا نرجح أن المؤسسة ترفض الانخراط في هكذا مسعى، وهي تحتفظ لنفسها بدور من بعيد مرافق للعملية السياسية الحالية، لأنها معنية تماما بما يحدث في البلد وفي واجهته كما يعلم الجميع. ولذلك لدينا الآن خيارين، إما أن تعهد المؤسسة إلى شخصية أو مجموعة من الشخصيات ذات المصداقية والقبول الشعبي والقبول في الطبقة السياسية لإدارة هذا الحوار الذي يجب أن يكون جامعا وبلا إقصاء، وأن يبحث في جميع الأطروحات الموجودة الآن عند الجزائريين للخروج من هذا المأزق، أو وهذا الأسلم لأنه يحافظ على الإطار الدستوري الذي لا زال الجيش يصر على التمسك به، أن يتم تغيير الحكومة والعهد أو الدفع بشخصية سياسية مقبولة من الأغلبية لكي تؤدي فيما بعد دور جمع الفرقاء، دور جمع الطبقة السياسية بجميع تياراتها وممثلين عن الحراك، وطبعا أن تقود حوارا سياسيا داخل المؤسسات بصفة رئيس وزراء، وهكذا يمكن أن نتجنب يعني مخاطر وبعض المحاذير التي تطرحها أو أي التي يطرحها بديل الذهاب نحو مرحلة انتقالية يعني نبتعد فيها كلية عن الأطر الدستورية، وقد تؤدي بنا أو تدخلنا في نفق، لأنه كما تعلمين كل مراحل الانتقال الديمقراطي تنبني تحديدا على أساس المبدأ التوافقي، وهو عادة مبدأ صعب في ظروف كحالتنا، هل من المتوقع أو كما رأينا في تجارب الدول في المنطقة أن تقدم المؤسسة العسكرية رؤية جديدة خلال هذا الأسبوع بعد انقضاء مهلة المجلس الدستوري؟ أنا أعتقد أرجح أن المؤسسة العسكرية ستلتزم بهذه الشكليات، ستنتظر أن يقدم المجلس الدستوري رأيه، ومن ثم ستكشف عما جعبتها كما أو ما في جعبتها كما قلت قبل قليل، لأنه لا جدوى من تأخير ما ليس منه بد. ثم أنه حالة الانسداد الآن كما سبق وقلت بدأت تثير التساؤلات والقلق لدى أوساط الجزائريين. أعتقد أن المؤسسة مدركة أنها يجب أن تتحرك سريعا لأجل أن تحدد الوجهة، طبعا ليس فرضا، ليس بمنهجية أن تفرض خياراتها على الجزائريين، إنما كما قلت قبل قليل أن يعني تعطي الضمانات لحوار الجزائريين المقبل بأنها ستقبل بما سيتفق عليه الجزائريون ضمن أطر محددة بدون ممارسة أي شكل من أشكال الفيتو. ولكن أيضا من صالح تجربة الجزائريين ومن صالح هدف أو تحقيق هدف الانتقال السلس والآمن بالبلد نحو مرحلة أخرى، ما الذي يصنع ثقة الحراك الشعبي في المؤسسة العسكرية؟ تفضل أكمل فكرتك. قلت فقط يعني من متطلبات إنجاح هذه العملية
أن نراعي هواجس وموقف المؤسسة العسكرية التي التزمت إلى حد الآن بمرافقة الحراك ولا زالت تقول بأنها ضمن هذه النقطة أستاذ سوف ما الذي يصنع ثقة الحراك في المؤسسة العسكرية في ظل الأمثلة الموجودة مصر والسودان وليبيا؟ أشياء كثيرة، نحن نختلف على هذه النماذج. أولا لأن المؤسسة منذ البداية رفضت أن تستلم السلطة عكس ما تم في النماذج التي تفضلت بها، رفضت أن تذهب نحو خيار المراحل الانتقالية التي تستلم فيها السلطة بشكل مباشر أو تشارك أو تعهد إلى تقاسم السلطة مع مجموعة من المدنيين، وقالت بأنني أفضل إعادة الكلمة للشعب الجزائري عبر آلية الانتخاب ما دام أن الجزائريين خرجوا لكي يستردوا سلطتهم وحقهم في أن يعينوا من يحكمهم بأنفسهم. ثم سلوكية المؤسسة العسكرية إلى حد الآن التي حافظت على سلمية الحراك ووقفت واختارت أن تنحاز لمطالب الجزائريين ضد أو في مقابل مؤسسات أخرى في النماذج التي ذكرتها التي انحازت إلى السلطة ووقفت ضد الشارع ربما. نعم. أعتقد أنه حتى تطورات المشهد في السودان كما رأينا الآن أسبوعين على أشكره. بدء المرحلة الانتقالية لا يشجعنا على الانخراط في هذه النماذج. أشكرك أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور زهير بعمامة، كنت معنا مباشرة من الجزائر. العاشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16 نتيجة انفجارين وسط مدينة الرقة السورية. نحو 2000 من محتجي السترات الصفراء يتظاهرون في باريس للسبت 29 على التوالي بعد الفاصل.